امبارح بص وليد سليمان، كل اللعيبه الصغيره تاخد الموقف ده والصوره دي تحطها في بيتهم. يعني وليد سليمان احنا حاولنا نعمل معاه لقاء امبارح، كل الناس اللي كانت موجوده، لكن للاسف المنظر اللي انتم شايفينه ده وما تحسش بيه، يعني كانت ما تحسش ان في حاجه وجعاه او حاجه مضايقاه، لكن مش قادر يتكلم. الصوره دي عبره او درس، مش عبره، درس لكل الناس اللي موجوده في سن صغير. وما تفرحش ابدا باللي في جيبك دلوقتي، لان اللي قدامك كتير جدا ممكن يكون منتظرك، فلوس كتير جدا، مجد كبير جدا، تاريخ عظيم جدا. طيب طريقه اللعب والنتيجه والاداء والثقه اللي عند الجماهير هتخليك خطوه كبيره جدا للي جاي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فمكاسب عديده جدا حققها النادي الاهلي امبارح، وهو داخل كمان على البطوله العربيه مع النجم اللبناني، متخوفين هم كمان من الاهلي طبعا. كابتن سمير عدلي مسافر بكره ان شاء الرحمن للتجهيزات والترتيبات، لكن مكاسب كتيره جدا، اهمها على الاطلاق ان يبقى في دعم كبير جدا بقى للجهاز الفني لكارترون، الجمهور يبقى موجود في مباراه وفاق الصيف بكل قوه وكل حماس، وعدد كبير جدا ان شاء الله الرحمن على استاد القاهره باذن الله.